نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلوميير، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسر مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن يتقدم بالتهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني وعموم الشعب الأردني والعالم العربي، راجين أن يعاد على الجميع بالخير والبركة وأن يعم السلام في غزة والأرض المقدسة. والبداية مع العناوين. خلال استقباله أمين سر الفاتيكان، جلالة الملك يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات في القدس. الكاردينال باتسابالا يزور مدينة الفحيص ويلتقي بالفعاليات الرعوية. دائرة الكنائس الشرقية توجه رسالة إلى كنائس العالم لجمع التبرعات لمسيحي الأرض المقدسة. وفيها أيضا إيمان الكنيسة بقيامة الأموات في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بول ريتشارد، حيث حمل جلالته المطران بول ريتشارد تحياته إلى قداسة البابا فرانسيس، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين الأردن والفاتيكان. وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالة الملك أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع. ونبه جلالته إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، محذرا من أي انفجار للأوضاع هناك والذي سيكون له انعكاسات خطيرة، داعيا إلى توحيد مواقف الكنائس في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. من جهته ثمن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان دور الأردن في حماية ورعاية المقدسات في القدس ضمن إطار الوصاية الهاشمية عليها. في ذات السياق، وتزامنا مع مرور 30 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلاط الملكي الهاشمي وحكومة الفاتيكان، قام رئيس الأساقفة بول ريتشارد بزيارة رسمية إلى الأردن، حيث ترأس سيادته قداسا احتفاليا في كنيسة العذراء النصرية في عمان بمشاركة غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا رئيس مجلس أساقفة الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وأعضاء المجلس وعددا من الكهنة والإكليروس والمؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية في المملكة. كما قام سيادته يرافقه السفير البابوي لدى الأردن المطران جوفاني بيترو دالتوزو والمونسنيور ماركو فورميكا بزيارة ميدانية إلى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وقد أثنى سيادته على عمل الهيئة لدورها في تقديم وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة. وقد أعلن المسؤول الفاتيكاني خلال الزيارة بأن قداسة البابا فرانسيس قدم تقدمة مادية من أجل مساعدة أهل غزة عبر كاريتاس الأردن. كما شملت جولة رئيس الأساقفة كلا من مركز كاريتاس في مادبة وحديقة الرحمة والخارطة الفسيفسائية، والتقى هناك عددا من وجهاء محافظة مادبة. قام غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين بزيارة رعوية إلى مدينة الفحيص، التقى خلالها بالعديد من الفعاليات الرعوية. المزيد في التقرير التالي. استقبلت مدينة الفحيص غبطة الكاردينال بيير باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وذلك ضمن زيارته الرعوية إلى المنطقة. وقد جرى حفل استقبال لغبطته منذ عبوره جسر الملك حسين، تلاه استقبال في بلدة ماحص من قبل أبناء العشائر في المنطقة، ثم توجه غبطة الكاردينال إلى مدينة الفحيص، حيث كان في استقباله محافظ البلقاء فراس أبو قاعود ورئيس البلدية عمر العكروش وعدد من نواب ووجهاء العشائر المسيحية في الفحيص وجموع حاشدة من أبناء المنطقة. وشاركت في الاستقبال كشافة ومرشدات نادي شباب الفحيص وكشافة اللاتين وطلبة المدارس بمزيج من الأناشيد والأغاني الوطنية. وفي اليوم الأول من الزيارة التي استمرت 4 أيام، وبعد الاستقبال الرسمي في مبنى بلدية الفحيص، زار غبطته كلا من كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك وكنيسة الروم الأرثوذكس ومن ثم كنيسة اللاتين في البلد، والتقى برؤساء الجمعيات في الفحيص وعدد من الأساقفة والكهنة ومجموعة من الشباب والشابات وسيدات أخوية قلب مريم الطاهر والعائلة المقدسة والشبيبة والكشافة
ورسل الرحمة وغيرهم. الفرحة يعني كبيرة كتير بوجوده، وأيضا في اللقاءات التي تمت مع غبطته مثل ما لاحظنا هناك مطالب، هناك أماني، هناك صعوبات وتحديات، وكلها طرحت أمام غبطته في هذا اللقاء، وأبدى غبطته ارتياحه من هذا الاستقبال، وأبدى أيضا رغبته في الاستماع لكل هذه التحديات وهذه الطلبات، وخاصة المطالبات اللي طالبت بخصوص المدارس، بخصوص الوحدة الكنسية ما بين الكنائس المختلفة في مدينة الفحيص، مع أنه منشوف دائما الوحدة الكنسية متجسدة في هذا البلد من خلال الاحتفالات المشتركة اللي بيقوموا فيها خلال الأسبوع المقدس. زيارة سيدنا البطرك يعني بتكتسب أهمية كبيرة بالذات على الفحيص، باعتبار الفحيص هي من أكبر رعية للكنيسة اللاتينية في الأردن، وبنفس الوقت لأنه الفحيص بتمثل حالة مختلفة عن كثير من المناطق بحكم أنه أصبحت عبر السنين والآن تحديدا بتمثل بشكل حي قيمة الوجود المسيحي في الأردن، وقدرة المدينة أنه تعبر عن هذا الوجود من خلال روح وطنية، ومن خلال عطاء، ومن خلال كثير من المعطيات اللي بتجسد القيم المسيحية والحياة المسيحية في مجتمعنا. وبعد تناوله طعام الغداء في أحد مطاعم المدينة، قام غبطته بتعميد 5 أطفال ومنحهم سر المعمودية بحضور ذويهم، وذلك في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين، كما التقى غبطته جمعا من الفعاليات الرعوية للمجموعات التابعة لكنيسة أم النعم للاتين العلالي. وقد شدد غبطته على أهمية عيش روح الوحدة والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد، وحثهم على مساندة الضعيف والمحتاج والثبات على الإيمان وسط صعوبات الحياة، وشجعهم أن يستثمروا وقتهم وطاقتهم الشبابية بخدمة وطنهم. كانت زيارة جميلة جدا، بتفقد رعيته، بتفقد أبنائه، ونحن الواحد بقوة مع والده، فهذا والدنا جميعا، ونحن بناخذ القوة والمحبة والعنفوانية من الوالد اللي دائما نحن بنعتز منه بننتمي له. كانت مشاركة رائعة من مجموعات الكشفية، من أهالي الفحيص، زرنا مجموعة الكنائس الرسولية كاملة، وهذا دليل على الوحدة والمحبة اللي زرعها فينا قائد الوطن الملك عبد الله الثاني، وشكرا لكم. وفي اليوم الثاني لزيارة الرعوية، قام غبطة الكاردينال بزيارة بيت العناية الإنسانية في الفحيص، حيث جرى لغبطته حفل استقبال من راهبات البيت بحضور ممثلين من بلدية الفحيص، وقد قدمت الرئيسة نهى صادق كلمة ترحيبية تلاها لقاء غبطته مع الراهبات القائمات على البيت ونزلائه من كبار السن. وبعد ذلك توجه غبطته والوفد المرافق إلى وسط البلد الفحيص، حيث أقيم في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين القداس الإلهي الاحتفالي ونيل المناولة الأولى والتثبيت 75 طفلا من أبناء الرعية بحضور ذويهم وجمع غفير من أبناء الرعية. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، خاطب الكاردينال الحضور بعظة القداس، وقدم الشكر لراعي الكنيسة الأب عماد الطوال والكهنة والأخوات الراهبات وجموع المؤمنين على مشاركتهم له الصلاة، وقال: لكل إنسان في الحياة بيت أو مكان زاوية معينة يعيش فيها بكل خصوصية، والمطلوب أن نجد من خلالها مكانا ليسوع في داخلنا. وختم الكاردينال عظته موجها كلامه للأطفال الذين نالوا الأسرار، وقال: إن الأسرار التي سوف تنالونها اليوم هي نعمة حلول الروح القدس في حياتكم. اليوم راح تستقبلوا يسوع بجسده لأول مرة بحياتكم.
is important moment of your life. هي لحظة فارقة بحياتكم. It is the first time that Jesus also physically enters in your life. أول مرة يسوع جسدياً بيدخل على خط حياتكم. And we have to make this unity. وعلينا أن نربط between what we are receiving today and what is your life. بين الإشي اللي بتحصل عليه اليوم القربان وبين حياتك كيف بتعيش يومياً. If you make space to Jesus in your life with the Eucharist, with the First Communion, and there is no space in your life for the others, there is something wrong. إذا اليوم أنت بتعطي مجال ليسوع من خلال القربان الأقدس وفي القداس الإلهي وما عندك وقت وما عندك مكان لغيرك لأصحابك في حياتك في شيء مش مزبوط. And but we alone, we are not able to do this. بس بالفعل إحنا لحالنا مش قادرين نعطي مجال لغيرنا. صعب علينا. It's something bigger than us. إشي بفوق طاقاتنا. إشي أكبر منا. Because of that, you receive also little oil. Little oil is the Holy Spirit. ولهذا السبب يا جماعة التثبيت اليوم راح تحصلوا على مسحة وهذه المسحة إشارة الروح القدس. كما ترأس غبطة الكاردينال بيتسابالا قداسا إلهيا في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين البلد على نية خريجي طلاب الثانوية العامة في مدارس البطريركية اللاتينية في الفحيص. شارك في القداس كاهن الرعية الأب عماد الطوال، وفي عظة القداس رحب غبطته بالحضور وبالطلبة الخريجين. وبعد قراءات من الكتاب المقدس قال الكاردينال بيتسابالا: نعمل دائما لتطوير الكادر التعليمي لأجل إيصال كل ما هو حديث للطلبة والطالبات ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وبقية المجالات. حضر حفل التخريج عدد من الآباء الكهنة ومدير المدرسة الدكتور رامي نفاع والهيئة التدريسية والإدارية وعدد كبير من أبناء الرعية وذوي الطلبة. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. وخلال زيارته الرعوية لمدينة الفحيص قام غبطة الكاردينال بيتسابالا بزيارة عدد من المدارس اللاتينية والروضة البطريركية النموذجية. وبعد استقباله من قبل الهيئات الإدارية والتدريسية واستماعه للكلمات الترحيبية، قدم طلبة وأطفال المدارس فقرات غنائية وأناشيد وطنية ورقصات فلكلورية متنوعة، كما تم التقاط الصور التذكارية بينما قدمت المدارس لغبطته هدية تذكارية بمناسبة الزيارة. زيارة عظيمة رسمية لغبطة البطريرك وتقليد في الكنيسة يعني وطلون وينبع أفف البطريرك في زيارة رعوية إلى واقع رعية رسمية، حيث يقوم بزيارة للقاء لجميع الفعاليات واللقاء بالكنيسة، أيضا زيارة قانونية حيث يقضي غرفة البطريرك حسب حجم الرعية من يومين لأربعة أيام في الرعية من الصباح والمساء ليزور جميع الفعاليات. وبالنسبة لنا هاي زيارة مؤثرة ومهمة حيث كان باستقبال الحكومة والمجموعات الإسلامية والإنسانية. أطفال كتير انبسطوا بزيارته، أكيد هاي رح تضل محفورة بذاكرتهم لطول العمر، لأنه خبرة كتير حلوة إنه يشوفوا الكاردينال بيير باتيستا. والمعلمات أكيد والأهالي كلهم لنا سعيدين بهاي الزيارة. وفي إطار الزيارة الرعوية قام غبطته بزيارة اليوم الطبي المجاني لجمعية الكاريتاس الأردنية، والتقى برئيس الجمعية السيد وائل سليمان ومدراء الكاريتاس في المملكة بحضور وجهاء مدينة الفحيص وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وبعد الترحيب بغبطته جرى توزيع الدروع على الأطباء الذين شاركوا خلال الفترة السابقة بالأيام المجانية. اليوم أكيد إحنا منصفين لزيارة سيدنا البطرك كاريتاس بحيث اليوم بصادق 40 سنة افتتاح الاستخفاف عاملين مواقف مجاني مئات الناس عمارة مطلوبهم الكل كان أكيد إدارة كاريتاس والفريق اللي بيشتغل روح رائعة. آخر 5 سنوات شفنا تطور ومركز كاريتاس بحيث واندماجه كتير بالمجتمع لخدمة المجتمع، وزي ما حكى سيدنا كاريتاس هي التعبير المحبة الحقيقي والعملي للمجتمع وعم بحاول يتجسد من خلال مركز كاريتاس. أنا اليوم بشارككم بالقيمة بشكوها من جميع كاريتاس، وطبعا كان يتشرف إنه نخدم أهل الملاعب والناس في ضيف نشاطات جانبية، ونتمنى إنه هاي النشاطات تتكرر وتكون عملنا أكثر بضوابط وكان سعيد إن شاء الله. نشكر قدرته طبعا نفسه على هاي التقضية المميزة لآخر. لا شرف اليوم باليوم قدم مجاني اللي نظمته جبهة كاريتاس الأردن برفتيس، كان يوم قدم مميز. طبعا افتتحه الكاردينال فارسيلا بتسابا بفيس وكان عدد رائع، واحنا كمختبرات طبيه احنا مجموعه مختبرات فيها مادة طبيه دقيقه كان لها حضور مميز صراحه. عملنا مختبر ميداني كامل، كان في فحوصات مخبريه بنفس الموقع، عدا انه احنا قدمنا فحوصات مجانيه للمرضى المرتادين لهذا اليوم الطبي، يوم طبي متميز ناجح ورائع بامتياز صراحه. وفي ختام زيارته الرعوية إلى الفحيص ترأس غبطته قداسا إلهيا في كنيسة قلب مريم الطاهر لفحيص البلد بحضور الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن، وبمعاونة عدد من الآباء الكهنة وحضور عدد كبير من أبناء الرعية. وفي ختام القداس كرم غبطته السيد عاهد الفرح بوسام لخدمته للكنيسة والرعية. احتفالا بعيد الشبيبة ترأس الأب حنا كلداني راعي كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية قداسا إلهيا بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع كبير من المؤمنين. وخلال القداس جرى تعيين الشبيبة الجدد للكنيسة، تلا ذلك الإعلان عن توزيع حصالة الخير على الحضور والتي سيكون ريعها لغايات دعم نورسات في رسالتها الإيمانية، فيما قدمت الدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب فضائيات نورسات الأردن وفلسطين شرحا عن الهدف من توزيع الحصالة على رعاية الكنيسة والكنائس الأخرى. فأنت اليوم معروض عليك كمسيحي أن تسير في رؤية المسيح، في نظر المسيح، في مشروع المسيح الخلاصي، أن ترفض الشر وتقبل المسيح مخلصا شخصيا لك. لذلك أنت في الكنيسة تصلي، أنت تعرف الله وتعبده، أنت معمد، ولكنك جزء من إيش؟ من رعية، جزء من رعية بتفتخر فيها، بتصلي معها، بتتعرف عليها، بتشارك فيها. الرعية لها أدوات، لها لجان، لها روحانية معينة. الرعية مش مجرد تصلي وتذهب إلى بيتك. الرعية مثلا فيها الشبيبة، اليوم بنسحب بتنصيب المجلس مجلس الشبيبة، وبنرحب معنا أمين عام الشبيبة اليوم كمان بيحضر هذا الاحتفال، وبنصب شبيبتنا اليوم. عندك الشبيبة، عندك الأخوية، عندك الكشاف، عندك الموعظين، كل هاي الجماعات هي تجعلك ضمن مجموعة تسير في خط السيد المسيح. فيك تقول عن هاي المجموعة ها وأخي وأختي وأمي، هي مجموعة دائمة داعمة إليك. حنا مجموعة نورسات، في ناس في بيوتهم ما بيدرجوا على الصلاة، كبار بالسن عم بيصلوا على نورسات. نورسات عائلة، عائلة في الأردن وعائلة عبر العالم. أنت لما بتصلي معهم، أنت صرت جزء من عائلة كبيرة باستعمال التقنية الحديثة هي التلفزي والبث الفضائي. فأنت صرت جزء من عائلة كبيرة، لأنه إحنا كمسيحيين كرعاية ككنائس يجب أن نجد الوسائل والأدوات لتحقيق حلم يسوع المسيح فينا، رؤية يسوع المسيح فينا، نكون ناس نشطاء
منفتحين متعاونين من خلال كل هالأطر الموجودة في الرعاية وفي الشبيبة وفي الرعية نورسات كل هالجماعات هذه. أبونا أنا بشكرك على هالفرصة اللي أتحتها إلنا أنه نتواصل مع رعاية الصويفية، وبعتبركم أنه مثل ما قال بالإنجيل أخوتي أبي ومرشدنا أبونا حنا يعني، وأنتوا هالجماعة مثل عائلتنا. ونورسات الفضائية هي كنيسة صغيرة في كل بيت. أبونا حنا للي ما بيعرف 2005 هو لما انطلقت نورسات الفضائية، هو كان من جاب النورسات على الأردن كفضائية، ويعني مشكور على هالجهد وعلى هالفكرة، وهو كمان من الداعمين الرئيسيين لنورسات الأم من لبنان. فجاءت فكرة هالحصالة منه بصراحة، ونحن تبنينا هالفكرة وتشاركنا مع أبونا حنا، وقال لي أنا كرعية أولى أول رعية صويفية تنطلق منها الحصالة، وأنا بتمنى أنه كل الرعاية من هالفكرة اللي انطلقت من عندكم من الصويفية أنها تنتقل لكل الرعاية في الأردن. الفكرة أنه كيف اشتراكاتكم في نتفليكس وعلى شاهد وعلى هالأبليكيشن وهالتطبيقات، أنه نشارك الشبيبة يقدروا أنه يكونوا جزء من هالعيلة ومن هالنورسات، بشوفوا ستهم بشوفوا أمهم عم بتشوف هالفضائية وعم تحضر هالقداس. كيف أنا كشاب وكصبية أقدر أكون كمان جزء من هالعيلة ومن هالرسالة نورسات، مثل ما تفضل أبونا رسالة سماوية وخدمتها للجميع ومجانا، يعني عم تعطي مجانا. بحضور أكثر من 5000 شخص من مختلف دول العالم، شارك وزير السياحة والأثار مكرم القيسي في معرض برلين السياحي بحضور 26 مكتباً سياحياً. وقد سلط القيسي الضوء على تنوع المنتج السياحي الأردني مع التركيز على السياحة الدينية، ومن أهمها المغطس عماد السيد المسيح وبقية أماكن الحج المسيحي في المملكة، مشدداً على استعداد الأردن لاستقبال السياح الأجانب من جميع دول العالم مع تأمين الراحة لهم. كما حضر القيسي جانباً من اللقاءات مع شركات طيران منخفض التكاليف، وعلى هامش المعرض جرى توقيع عدد من العقود مع شركات الطيران العارض بهدف رفض السوق الأردني بالسياح الأجانب الذين سيسهمون وبشكل مباشر في تعافي القطاع السياحي الأردني من موجة الإلغاءات التي رافقت الحرب على غزة. وأكدت الوزارة أن الجناح الأردني شهد اهتماماً كبيراً من جانب كبار المسؤولين وصناع القرار السياحي في السوق الألماني ومختلف دول العالم. أكد سيادة المطران عطلة حنا أن القدس مدينة السلام لها مكانتها السامية في الديانات التوحيدية الثلاث في ظل ما تعانيه من سياسات عنصرية وصلت إلى حد الذروة. وأضاف سيادته قائلاً: أما ما يحدث في غزة فلا يمكن أن يستوعبه عقل بشري، إذ أن هنالك حرب تدميرية تستهدف المدنيين جميعاً بما في ذلك شريحة الأطفال الذين يتم ترويعهم بطريقة مؤلمة. وأضاف: نحن نرفض الحرب ومظاهر القتل والانتقام والعنف، ونطالب بتحقيق العدالة في أرض غيبت عنها العدالة ولسنين طويلة، لكي ينعم شعب الأرض المقدسة بحرية وعيش كريما بسلام وطمأنينة في وطنه وفي أرضه المقدسة، مطالبا سيادته بوقف الحرب وتحقيق العدالة في هذه البقعة المباركة من العالم. من جهة ثانية، وجهت دائرة الكنائس الشرقية رسالة إلى أساقفة العالم شددت فيها على أهمية تنظيم حملة سنوية لجمع التبرعات لصالح المسيحيين في الأرض المقدسة نتيجة المعاناة التي يعيشونها في المنطقة. وقد سلطت الرسالة الضوء على غياب الحجاج عن الأرض المقدسة فيما يسمع ذوي الأسلحة التي تحمل معها الموتى والدمار، ولا تلوح في الأفق بوادر تبشر بالتوصل إلى هدنة. ولفتت رسالة دائرة الكنائس الشرقية إلى أن الحج إلى القدس قديم العهد، وأن العديد من المسيحيين ليسوا قادرين على احتمال الأوضاع، وهم يغادرون الأرض التي صلى فيها آباؤهم وأمهاتهم ويتركون كل شيء ويهربون، لأنهم لا يرون بصيص أمل بعودة الهدوء إلى المنطقة. خلال استقباله وفداً من جامعة جورج تاون، قال الأب نبي الحداد رئيس مركز التعايش الديني إن حكمة القيادة الأردنية وأخلاق الأردنيين جعلت من الأردني نموذجاً يحتذى في الوئام من خلال الجهود الحثيثة في نشر ثقافة الوئام بين أتباع الأديان وأطلاق المبادرات الهاشمية عبر رسالة عمان وكلمة سواء والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان.
وبين الأب حداد للوفد الضيف الذي ضم أعضاء من هيئة التدريس والطلبة أن الأردن نجح في استخدام دبلوماسية حوار الأديان كوسيلة تعزز جهود فض النزاعات ومواجهة الفكر المتطرف، كما قدم الأب حداد للوفد الزائري شرحا مفصلا حول الأوضاع في المنطقة وأحوال المسيحيين في الأراضي المقدسة والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين. وفي ذات السياق استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الإمام يحيى هندي المرشد الديني في الجامعة، وذلك في حلقة بعنوان الوئام بين أتباع الأديان في مواجهة الآلام، حيث دار الحديث حول فضائل الإيمان والمودة التي ينبغي أن تنعكس في مجتمعاتنا وفي سلوكياتنا. وأكد الحوار على أن الأردن يعد انموذجا في الوئام بين أهله وينبغي أن يقدم للآخرين. أنت اتصلت بي بأكتوبر ونوفمبر تقول بأنك أنت جاي على الأردن، وأنت حريص أن تنظم هذا الوفد الطلابي وبمعيتكم في اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية أبونا ماثيو والدكتورة رايان. دكتور رايان، نحن سعدنا بزيارتكم لمركز التعايش الديني، لماذا الزيارة؟ والله سيدي، أولا أريد لطلابنا في الجامعة العريقة جامعة جورج تاون أن يتتلمذوا على مدرسة عريقة في ليس فقط في علم الحوار وليس فقط في نظريات الحوار بين الأديان، بل في ممارسة الحوار بين الأديان. وأنا في اعتقادي الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية بكل أطيافها الدينية والسياسية والاجتماعية من شمالها إلى جنوبها، تمثل هذا النسق للحوار. الحقيقة الحوار ليس من نظريات، يعني الكل يتكلم عن الحوار، ما في دولة في العالم إلا تتكلم عن الحوار ويغدقون الأموال مع الأموال من أجل الحوار، ولكن على أرض الواقع النسيج الاجتماعي غير متلاحم، غير ويتناقض مع ويتناقض، بعكس هنالك حروب. الأردن مثال يختلف، الأردن من مستوى الحكومة، من مستوى المؤسسات التعليمية، المؤسسات الثقافية، المؤسسات السياسية، المؤسسات الدينية، كلها تمارس الحوار، ليس فقط تتكلم عن الحوار. يعني في الإنجليزية عندنا مصطلح كما تعلم walk the walk or talk the talk. We need not only talk but also walk the walk. يعني ما بدنا نحكي حكي كثير، ما بدنا نحاضر، ما بدنا ننظر في الحوار، نريد أن نمارس الحوار. في الأيام الماضية الوفد الذي معي وهو يتكون من 17 عضو ذهبنا إلى كنائس، ذهبنا إلى مساجد، تكلمنا مع مسلمين في المخيمات، تكلمنا مع مسلمين ومسيحيين في الشوارع، في المطاعم، في 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 الفنادق، في حوار، في تفاهم، في تعايش، بالعكس في نوع من الاحترام للآخر أنا ما رأيته في مكان آخر. حيت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنيات على ما حققنه من إنجازات وإسهامات ملموسة في النهوض بالمجتمع وتنميته. وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن ما تم تحقيقه من إنجازات ما هو إلا ثمار للعمل بجهود وطنية تشاركية ما بين اللجنة والمنظمات النسوية والحقوقية والمؤسسات العامة والوطنية الرسمية والأهلية، مدعومة بإرادة سياسية ورعاية واهتمام ملكي متواصل. كما وأكدت استمرار العمل مع شركائها وبذل المساعي لتذليل العقبات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية. وحيت شؤون المرأة الجهود الحثيثة والمتواصلة لجلالة الملك عبد الله الثاني على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار على غزة ومواصلة تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء في غزة. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة هنأت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأرض المقدسة وفلسطين المرأة الأردنية لدورها الرائد في خدمة المجتمع والوطن. بهذه المناسبة بحيي كل سيدة وكل امرأة وكل فتاة عاملة، طالبة، أم، تيتا، جدة،
بحيها في هذا اليوم وبتمنى لها يا رب حياة مليئة بالإنجازات بالتميز بالعطاء الدائم والصحة أيضا وتحقيق الأماني والأحلام. كل عام نحن منحيي المرأة من خلال إنجازاتها وعملها وتميزها وطموحها اللي وصل لأبعد الحدود بحيث إنها تكون وزيرة، تكون نائبة في البرلمان، تكون أم، تكون جدة، تكون ربة بيت، تكون عاملة في المصانع والمعامل والمكاتب والمؤسسات والبنوك والشركات إلى آخره. المرأة نعم بالأردن نالت حقوقها ونالت مراكز وتبوأت أيضاً إدارة شركات ومؤسسات وأثبتت جدارتها وأثبتت ذكائها في هذه الإدارة في إدارة المؤسسات. فأنا بحييهم وبتمنى على كل امرأة أنها تطلع على نفسها كسيدة أنها قوية وقادرة أنها تقود سفن ومراكب، مراكب الحياة نحن بنحكي، قود أسرتها أيضاً لأنها تكون تحقق أمانيها وطموحاتها وطموحات بلدها وطموحات عائلتها وطموحاتها الشخصية أيضاً. الوضع مأساوي ومؤلم، نحن عارفين هذا الشيء، لكن إحنا من هذه الكلمة ومن هذه التحية بدنا نعطي رسالة للمرأة في فلسطين وبالأخص في غزة إنه نحن معاكي وشاعرين في ألمك وشاعرين بمعاناتك ومأساتك، لكن أنت قادرة إنك تصمدي وتتقوي وتقودي أسرتك وعائلتك ووطنك أيضاً، تحققوا النصر إن شاء الله القريب اللي منتمناه يا رب. بعد إقرار المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس لقانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس، التقى سيادة المطران خريستوفوروس بشريحة واسعة من أبناء الرعاية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، شملت الأعيان والقضاء والمحامين والمؤمنين في قاعة وهبي تماري في النادي الأرثوذكس في عبدون. تمحور اللقاء حول قانون العائلة المسيحية الجديد، فشرح سيادته القانون وحيثياته ومفاعيله القانونية. بعد ذلك أجاب سيادته على بعض أسئلة الحاضرين، فيما أجاب عن الشق القانوني، المحامون والقضاء، وكان القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ في كافة المحاكم الكنسية الأرثوذكسية منذ مطلع شهر آذار الحالي، حيث تضمن تعديلات جوهرية ومن أبرزها الوصية والتبني والميراث والهدنة والحضانة وإنشاء بيت العائلة المسيحي وتسريع الإجراءات القضائية خاصة لقضايا النفقة والمشاهدة والحضانة. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت الأخوية العلمانية لرهبانية الراهبات المعلمات محاضرة توعوية في بيت ساحور بحضور عدد من سيدات بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. أرادت الأخوية العلمانية لأبناء القلبين الأقدسين أن تجدد حضورها في أعمال الرحمة، وبشكل خاص في هذا الزمن الأربعيني المقدس والظروف الصعبة التي نعيشها، بمساعدة العائلات الأكثر احتياجاً من خلال هذا النشاط التوعوي، وفيه نسند دور المرأة في المجتمع الفلسطيني ودورها في الكنيسة، إذ رفع السيد المسيح شأن المرأة، ونحن نفتخر بالمرأة الأولى التي هي أمنا مريم العذراء، رمز الإيمان والتقوى والتواضع والطاعة. ويشهد الكتاب المقدس بوجود العديد من النساء الفاضلات، وحتى في يومنا هذا نجد النساء الخادمات للكنيسة مبشرات بكلمة الله بالقول والعمل. فبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقامت أخوية العلمانيين لرهبانية الراهبات المعلمات للقديسة دوروثيا بنات القلبين الأقدسين يوما توعويا وغذاء تقشفيا، وذلك في قاعة كنيسة سيدة فاطمة في بيت ساحور بحضور الراهبات والأخويات والمؤسسات النسوية.
تخلل اللقاء قراءة من الإنجيل المقدس وكلمة ترحيبية وندوات قدمتها نخبة من سيدات المجتمع، ومنهن الدكتورة النسائية سحر الأعرج وأخصائية العلاج الطبيعي أمل أبو غنام والأخصائية النفسية هنيدة سعيد. حبينا اليوم نجدد حضورنا أخويتنا في أنه نعمل إشي أنه يساند العائلات المحتاجة من خلال عمل غداء تقشفي ومحاضرة توعوية للنساء عشان بمناسبة عيد المرأة العالمي اليوم. منوجه كل تهانينا القلبية خاصة للمرأة الفلسطينية اليوم، وحبينا نعمل هذا الغداء التقشفي كعمل رحمة خصوصا في هذا الزمن المقدس الزمن الأربعيني، حتى نساند العائلات الأكثر احتياجا، كما أن السيد المسيح رفع المرأة، ونخص بالذكر المرأة الأولى في الكنيسة هي أمنا مريم العذراء. كل عام ونساؤنا بألف خير، ونشكر تلفزيون نورسات على حضوره الدائم معنا لنقل بث كل النشاطات التي نقوم بها. انتهى اللقاء بتوزيع هدايا رمزية وتكريم وغذاء خيري تقشفي يعود ريعه للعائلات المحتاجة، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة. من يجد المرأة الفاضلة أن قيمتها تفوق اللآلئ؟ فكل عام والمرأة بكل العالم بألف خير، فهي الأم والأخت والابنة. بعيد المرأة حبينا أنه نظهر ونأكد على دور المرأة الفلسطينية الموجودة هنا، وكيف هي كأم تقدر ترفع البيت وترفع الروحانية وتساعد فيه. إحنا اليوم هنا موجودين مش لحالنا كرهبات، في معنا إخوة وأخوات علمانيين عم بيساعدونا ننشر نار قلب يسوع ومحبة وحنان قلب مريم العذراء لكل الناس، وخصوصا لفئة المرأة، وهاي كانت الفئة المختص فيها مؤسسنا جوفاني أنطونيو فارينا يعتني فيها، لأنه كان يحكي إذا أنا برفع مستوى المرأة في المجتمع كله رح يرتفع. وراء كل مجتمع متقدم امرأة متعلمة، امرأة قوية وحنونة. للنورسات مارلين الحدوة من قاعة كنيسة فاطمة في بيت ساحور. أعزائنا المشاهدين، جولتنا الميدانية لهذا الأسبوع ننتقل بها وإياكم إلى مدينة السلط. هذه المدينة التي شكلت على مدى العهود السابقة مزيجاً بين الحاضر والماضي، وبقيت على الدوام نموذجاً للوئام والمحبة والتسامح. وتتميز مدينة السلط بكنائسها ومبانيها التراثية ذات الحجر الأصفر وشارع الحمام وغيره. وحتى لا نطيل عليكم، تعالوا لننتقل وإياكم في رحلة جميلة إلى مدينة أم الأوائل كما يسميها أهلها. نظرة جمالية على معالم المدينة الأبية، فيها جمال بتخطى حدود العالمية. المدينة بتجمع بين الحاضر والماضي، فيها صبغة معمارية تمتاز بألوانها الزهية ولعبة المنقلة من أقدم الألعاب الشعبية المشهورة عند السلطية. كانت هذه اللعبة الشيقة تمارس من قبل كبار السن، فالمبادرة اللي عملناها هي إعادة إحياء لعبة المنقلة من خلال إشراك المجتمع المحلي في هذه اللعبة، عرض هذه اللعبة على زوار المدينة والمشاركة فيها، وأيضا تدريب أكبر عدد ممكن من أبناء المدينة لتوريث هذه اللعبة إلى الأجيال القادمة. فيها شارع الحمام من أيام عهد العثمان. الشارع هذا كان محتكر على رجال، يعني ما كانوا يمرون الستات هذاك الوقت، إلا بعدين بعد السبعينات بلشت الحياة تتطور شوي شوي، بلشت المحلات تتغير. المحلات القديمة تقريبا أغلبيتها انقرضت، ظل فيه بالشارع يمكن حوالي 4 محلات أو 5 محلات بس، أما أغلبية المحلات كلها تغيرت لمحلات جديدة وحديثة. وبيت أبو جابر بالذاكرة حافر وعامر من أبرز بيوتها الأثرية. مالك هذا البيت اسمه صالح الناصر أبو جابر، واللي بنى البيت اسمه عبد الرحمن العقروق، هو أصلاً من نابلس. ومميزات هذا البيت إنه هو
غير عن عراقته وفخامته كمان المواد المستخدمة فيه كانت مستوردة من الخارج. وهذا البيت بتكون من 3 طوابق أو 36 غرفة، كل غرفة بتحكي عن تاريخ مدينة السلط بطريقة مختلفة، فكل غرفة عبارة عن معرض مصغر بيعبر عن الحياة التقليدية وعيشة أهل السلط. اللي بيميز هذا البيت أكثر إشي إنه الملك عبد الله الأول المؤسس أقام فيه لمدة 3 أشهر، وكان هذا نقطة جذب سياحية كبيرة لمدينة السلط كلها مش بس للبيت. أما عن شارع الستين محبينه بتعدوا الملايين. قلعة السلط كلها حظ، بتشوف من خلالها جمال المدينة الخلابة الجذابة، وفيها مدرسة السلط الثانوية وهي من أقدم المدارس الأردنية، خرجت العديد من الطلاب واللي صاروا شخصيات معنية. فأنا لهذه المدرسة فضل كبير على منطقة الأردن بشكل عام من حيث فيما بعد تعيين هؤلاء الخريجين بعد إكمال دراساتهم الجامعية للعديد منهم في وظائف الدولة المختلفة. ويمكن القول أن هناك عدد من رؤساء الوزارات ممن خدموا ممن درسوا في هذه المدرسة وعلموا فيها، على سبيل المثال وصف التل، بهجة التلهوني، هزاع المجالي، سعد جمعة، عبد الله نسور، إلى آخره من هذه القائمة الطويلة الذين عملوا أو درسوا في هذه المدرسة. بالإضافة إلى أنها خرجت حوالي 72 وزيرا ومعظمهم من هذه المدرسة، بالإضافة إلى بعض قادة الجيش ورؤساء المحاكم النظامية إلى غير ذلك. وأيضا لعبوا دورا كبيرا في نشر التعليم في جميع أنحاء الأردن. وبالسلط كمان من أقدم الأديرة دير اللاتين. وبعام 2021 انضمت السلط الأردنية لقائمة التراث العالمي. تمتاز السلط بإرث ثقافي وديني وتاريخ هام وعريق لضلوع صامدة هي السلط العامرة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان إيمان الكنيسة بقيامة الأموات. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من المطران يوسف متى رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك في عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل، والأب حنا كلداني راعي كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، حيث تحدث المطران متى عن مؤتمر سينودوسي لأساقفة الكاثوليك، فيما تحدث الأب حنا كلداني عن العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي والأردن. فإلى هناك. بالنسبة لموضوع العلاقات الدبلوماسية ما بين الفاتيكان والأردن، نشأت عام 1994، لكن العلاقات كانت قائمة سابقا، علاقات المحبة والمودة وحتى التعاون كمان من عام 1964 في زيارة قداسة البابا بولس السادس إلى الأردن وفلسطين، لما زار المغطس وزار جلالة الملك حسين الله يرحمه، وكان في استقباله. جلالة الملك حسين أقام يعني بحياته تقريبا 5 زيارات مهمة للفاتيكان في حياته، وجلالة الملك عبد الله الثاني في علاقات طيبة مع الكرسي الرسولي الفاتيكان، تقريبا لحد الآن 6 زيارات قام فيها رسمية إلى الفاتيكان. وهذه العلاقات الطيبة طبعا في تعاون ثقافي اجتماعي ديني دولي، العلاقات الدبلوماسية الخارجية من سنة 94 ولحد 2024، فنحتفل ب30 عاما على تأسيس هذه العلاقات. على الرغم من أنها مقومات دولي زي الدول السياسية اللي بنعرفها، الفاتيكان لا يتمتع في هذه المقومات، المساحة الواسعة، نعم، والعاصمة والموانئ وكأي دولة، إلا أنه يمثل علاقات دبلوماسية مع كل الدول وفي نظرة سياسية، لأنه قداسة الحبر الأعظم رأس الكنيسة، نعم، وفي نفس الوقت كرئيس دولة بالنسبة للدول حتى مش مسيحية، يعني يعامل كرئيس دولة.
نعم. وهي من يعني من نتائج السياسات الفصل الدين عن الدولة بعد الحروب اللي صارت في العصور الوسطى وما بعد ذلك في أوروبا. نعم. فأصبح الفاتيكان يمثل العلاقات الدبلوماسية مع دول، وفي نفس الوقت هو رأس الكنيسة الكاثوليكية ويمثل المسيحيين. المرحلة الثانية بدأت سنة 1948 في إنشاء القصائد الرسولية بالقدس، وكان أول قاصد رسولي بالقدس جوستاف سيستا، المطران جوستاف سيستا. وفي هذه الفترة أيضا القاصد الرسولي بالقدس أنشأ علاقات غير معلنة غير رسمية غير دبلوماسية مع الأردن. وفي فترة لاحقة في الأردن بالذات مثل السفارة البابوية أو المصالح التي كانت في الأردن نائب البطريركي في عمان المطران نحن السمعان، وفيما بعد أبونا رؤوف مسلمين رؤوف. نعم. ومن الستينات والسبعينات القرن الماضي أعطي لهذا التمثيل شبه دور دبلوماسي غير رسمي. نعم. والمرحلة الثالثة هي التتويج العلاقات القديمة والطيبة بين الفاتيكان والأردن. تمت المرحلة الثالثة سنة 1994 عندما انشأت العلاقات الدبلوماسية وتم تبادل السفراء. نعم. ولكن العلاقات قديمة جدا جدا ومهمة بين الأردن في عصر الإمارة وفي عصر الملك حسين قبل إنشاء العلاقات الدبلوماسية. كيف ترى اهتمام الكرسي الرسولي أيضا بقضايا المنطقة هون، إن كان الأردن والأراضي المقدسة فلسطين وما يحدث من أحداث في غزة، فحرص قداسة البابا على أنه يسمع منكم ويشوف هذه الشهادات وينقلها سكرتير أو أمين سر الحاضر معنا المونسنيور جالاجر. نعم. فكيف ترى هذا الاهتمام البابوي في هذه المواضيع؟ طبعا أكيد هو اهتمام كبير جدا. حضوره في المملكة الأردنية الهاشمية شاكرين طبعا لجلالة الملك ولكل الأعوانه في أنه يستقبل أمين سر الفاتيكان. نعم. ويطلع على أحوال المؤمنين، وأيضا هناك كان في نوع من تعاون معين وهذا سنراه لاحقا في كيفية مساعدة أهلنا في غزة أو نعم. في الضفة الغربية من خلال المساعدات التي ستمر لاحقا عن طريق كاريتاس، عن طريق المملكة الأردنية الهاشمية، حتى تصل لمؤمنينا، وليس فقط لمؤمنينا وإنما لكل لبعض سكان طبعا غزة. نعم. جميل جدا حضوره ولقائه أيضا مع كل المؤسسات المسيحية هنا لأجل أن يكون واضح إنه نحن ككنيسة مع الحياة، نرفض كل نوع من أنواع العنف، إن كان عنف الحرب، إن كان عنف القتل، إن كان عنف الكلام. وهذا ما عبر عنه في عدة رسائل وفي عدة مؤتمرات سكرتير الفاتيكان أمين سر الفاتيكان. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. خلال استقباله أمين سر الفاتيكان، جلالة الملك يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات في القدس. الكاردينال بيت سابالا يزور مدينة الفحيص ويلتقي بالفعاليات الرعوية. دائرة الكنائس الشرقية توجه رسالة إلى كنائس العالم لجمع التبرعات لمسيحي الأرض المقدسة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursajod.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.